اهلا بكم اليوم معايا. اليوم حبيت نتفضل باش نحضر معاكم بسبوسه، ما يخفاكمش البسبوسه هذه اللي راني حنديرها معاكم هي اقتصاديه وما تكلفش مقادير كبار. هنا دوك نبدا نذكركم بالمقادير. عندي كاس حليب كما راكو تشوفوا، وكاس دقيق موايان، انا نخدم بهذا الدقيق تاع الورده راني وريته لكم. وعندي شوفوا كاس وشويه كما تقولوا، هذا الكاس تزيدوا شويه هكذا، يعني لا مواتي تاع كما نقولوا ليكويا غاسوب على هذا البول. وعندي ربع بيضات كما كنت تشوفوا، وزوج باكيات تاع لا ليفير، والزيت ما حبيتش يعني ما نذكركمش الزيت، خاطش انا الزيت كي نبدا نكيل ندير كما بهذا البول هنا لا مواتي تاع الزيت، ما نعمرش البول كومبلي لا مواتي يعني. وعندنا الشربات، عند نبدا دوك قبل ما نبدا نطلق لتحضير البسبوسه يعني المقادير تاعها، نبداو نديرو نحضروا الشربات او الشربات يعني. حنبدا نحضر معكم الشربات، نكيل ديما بهذا البول، ندير الكاس الاول الكاس الثاني وكاس الثالث كي تشوفوا. والسكر ديما نديرو، انا كاين اللي يحب حاجه حلوه، انا في البسبوسه ما نحبش البسبوسه تاعي تكون بزاف حلوه، ما يخفالكمش يعني السكر ديجا يدخل مع الاول، ونزيد الشربات تكون حلوه بزاف. نفضل ندير كاس سكر هكذا كما كي تشوفوا، ونديرو هاد لي طرونش تاع السكر يعني سمحوا لي هاد لي طرونش تاع القارص، على خاطر الشربات لازم يكون حاضر فيها القارص. نعطيكم يعني واحد الملاحظه، البسبوسه بلا ما ديروا القارص يعني ما تجيش الشربات تاعها ما تكونش معسله، القارص يزيد لي يعطيها بنه كبيره. دوك ندير البسبوسه تاعي، نحسب لها الوقت ونزيد لها شويه النار وخليها تغلي 10 دقائق. هذا ما كان، نبداو دوك على بركة الله. أول شيء نخبطو هاد ربع حبات بيض، وأنا نفضل البيض كي نديرو نخبطوه مع السكر، يعني نطلع البيض تاعي مع السكر. وتقدروا نتوما تستعملوش الآلة هذه الكهربائية، هي أنايا يعني نفضل في داري نستعملها باش يخفف عليا العمل، ما يخفش عليكم يخفف عليا بزاف. ولا حبيتو تستعملو كان كيما قلتلكم باش تعملو كان باش نبدا ندير الزيت. نوريكم الزيت شحال ندير، هذه هي الكميه اللي حبيت نديرها هايك. شوفوا سمحوا لي هاولي فيني يعني حنبدا نخدم به، هاولي دوك خلاص كي طلع لي البيض نبدا ندير هاد السكر كما سمحوا لي هاد الدقيق راكو تشوفوا. وانايا ما ذكرت لكمش واحد الوصفه، يعني كل واحد كيفاش يحضر هاد البسبوسه. انايا البسبوسه تاعي نحب ديما نكمل لها بلا فارين، هاهي في الفارينه ندير غير فا كبيرة، زوج، ثلاثة، أربعة. ولا تلاحظوا معايا المغارف يكونوا كبار، يعني نعمروهم حتى الفوق، أربع مغارف، ونكمل ندير لي دو باكي تاع لا ليفيغ تاعي.
ونبدا نخفف غير بشويه. ندخل هذيك لافارين مع هذاك الدقيق، نديرو غير بشويه، تكون ما نكملش نطلعها بالباتور، نكمل نطلعها غير بشويه ونخليها لكم حتى كي نكملها. وانا البسبوسه هذه ما نكتبش عليكم، يعني اقتصاديه، تقطع بزاف، على بها نحبها بزاف انا هذه البسبوسه. فوالا ها شوفوا معايا، دوك نبداو نحطوا فيها حتى كاع الفرينه والدقيق يدخلوا لداخل كاعها. نشوف ثاني نوسيه مزيان، نخلطها غير بشويه باش ما تفيدليش، ها باش نعرفوا كاع الفرينه والدقيق كاع دخل. نديروها خفيفه، ما نحبش تكون ثقيله، باش ما يخفالكمش البسبوسه ومن بعد نشربوها الزيت تقال شويه، يعني توسي كيما نقولوا الفوليوم تاعها يزيد يتغونفلا. هذه هي البسبوسه تاعنا، ونوريها لكم كي نحطوها في البحر. هاياك راحتو معايا البسبوسه تاعي، خليتها تحت واحد 5 دقائق. دوك واش لازم ندير، حاجه اللي لازم نديرها، نشد شويه زيت. انا هذا هو البلاطو تاعي، على حسب المقادير هذا هو البلاطو تاعي اللي نخدم به البسبوسه. ندير شويه زيت، شويه ما نكثروش هكذا، باش يعني ندخلها الزيت كاع في البلاطو، نمسح بها بلاطو باش البسبوسه تاعنا نتاكدوا ما تحكملناش. يعني هاياك كما راكم تشوفوا، ونزيد ندير لها شويه تاع لافارين هكذا باش ما تلصقليش هكذا كما راكم تشوفوا كاع الاطراف. راحتو معايا هاد، يعني هاد التجربه انا سييتها باش البسبوسه ولا المسكوت اي وصفه كي نديروها ما تلصقناش. بسم الله، ونبداو ندخلو كاع في المقادير. المقادير يعني اللي ذكرتهم لكم تبعوها، يعني كيما ذكرت لكم في الوصفه هاي. شوفوا حركتها بيان، شوفوا لاحظوا تحركت بيان، وندخلوها على المدة تاع لاكويسونس تاعها تكون يعني نص ساعة، والفوغ شعلوه هو أنا شعلت الفوغ 25 دقيقة حتى 25 دقيقة، شعلتو على درجة حرارة 160 درجة. دو كيما أنا الفوغ تاعي راهو شاعل، ما بقالي غير ندخلها هاياك، ندخلها في الفوغ على درجة 160. شوفوا لاحظوا أنا الفوغ تاعي راهو 160 درجة، ونخلو البسبوسة تاعنا ريقلها لا تومبيغاتيغ 25، ما تكترش يعني نص ساعة، وتكون إن شاء الله جاهزة. وتاني نذكركم أنا البسبوسة كي نطيبها ديما نزيد نشعل لها من الفوق، وهادي هي نتلاقاو بعد إن شاء الله. ولينا بعد ما شربت ذكرت لكم تحسبوا 10 دقائق، هاي دارت 10 دقائق، انا نطفي لها ونخليها تبرد. وما يخفالكمش الشربات، لازم البسبوسه كي نخرجوها سخونه من الفوق الشربات تكون بارده، جام يعني نديرو السخون على السخون، ديما الشربات لازم تكون بارده. وتاني نزيد نعطيكم واحد الملاحظه ما ذكرت لكمش في الوصفه، يعني انا الشربات تاعي انا هادي نديرها، يعني نتوما اختيار ليكم على حسب الرغبه. انا ديما نحب في الشربات تاعي كي تبرد ديما ندير 2 مغارف فاسوب تاع العسل، وكالي ما يحبش حاجه يعني ما تكونش حلوه بزاف يقدر يستغنى عنها، يقدر ما يديرش، مي انا نفضل ندير، والرغبه على حسب كل واحد واش يحب. ونخلو الشربات تاعنا تبرد. انا بعد ما طابت حمارت، شوفوا على خاطر ما يخفالكمش البسبوسه انا يعني تعطي لون فونسي، ما يلزمش تكون كلاه،
حنا دوك البسبوسه تاعنا راهي سخونه والشربات راهي بارده. وذكرت لكم قلت لكم الاختيار ليكم، انا في الشربات تاعي ديما نزيد زوج مغارف عسل هكذا كيما راكم تشوفوا هكذا زوج مغارف عسل، ونحرك هذاك العسل مليح حتى يدخل كاع في الشربات هكذا كيما راكم تشوفوا هاهيك. وهنا الشربات تاعي انا راهي بارده يعني بردت على ها انا راني كملت العسل خلاص درت دوك. واش مازال لي؟ مازال لي نبدا نسقي غير بشويه يعني نشربها غير بشويه، ما وهي راهي يعني نشوف ولا شحال لازم لها تقعد نشرب فيها على مره، انا ما نحبش على مره نشرب غير بشويه ونخليها يعني تشرب الشربات على مره، ما نحبش نفضل نشرب غير بشويه كيما انا دوكا انا رميت لها هكاك. شوفوا لاحظوا معايا هاياك شوفوا مازال الشربات، ونخليها تشرب ونعاود نولي لكم نشوف ولا مازال لازم لها نزيد لها. بصح انا نفضل هنا ما نزيد لهاش حتى نشوف ولا شربت لي، كي تشرب لي نكمل لها الكميه اللي بقات لي. شوفوا لاحظوا هذيك الشربات اللي درتها كاع شربت، دوك نزيد لها علاش قلت لكم نديروا لها غير بشويه راني زدت لها، وخلوها تشرب ولا نخصت يعني في الشربات نزيد لها هكذا هاني دوك شوف هاي الشربات يعني ومت لها الشربات، ونخليها تزيد ديما تشرب ولا تاني ما زادتش يعني كما نقولوا ما شربت الناش نعاودو نكملو لها الكميه اللي بقات هاي تاع الشربات. وخلو البسبوسه تاعنا على غردها تشرب كاع الشربات، حط البسبوسه تاعنا شربت. بصح انا بالنسبه ليا نكمل لها كاع الشربات اللي درتها ها شوفوا ها كملوها كاع، هذا هو اخر مرحله وخلو الشربات يعني تشرب ونولي لكم بعد ما تشرب كاع ان شاء الله. شوفوا الشربات اللي درناها كاع شربت خلاص اخر مرحله. ونذكركم يعني دوك انا عندي هنا شويه لا كونفيتور تاع لابريكو وشويه لا نوات كوكو كيما راكم تشوفوا، وعندي شويه لي فرويت كونفي تاع لي سوريز. شوفوا انا في الوصفه ما ذكرت لكمش هاد المقادير، علاه ما ذكرت لكمش؟ هادي يكون اختيار ليكم، يعني انا في داري عييت ندير البسبوسه صدقوني بربي غير عييت نديرها عاديه، ما عادي ما نديرها ني لي فرويت كونفي لي لا كونفيتور، نقطعها وكي تبرد ما يخفالكمش البسبوسه لازم لها السر تاعها تنتكل بارده، ما ناكلوش البسبوسه وهي سخونه ما تجيناش بنينه. انا دوكا واش نبدا نشد هاد شويه لا كونفيتور اللي عندي نمسح كاع بها البسبوسه تاعي، يعني هذا اختيار لكم ماشي تقولوا يعني لازم ديروا، الاختيار تحبوا ديروا تحبوا ما ديروش عادي يعني نورمال. هاي نمسحوا لها كاع لا كونفيتور اللي عندنا ندخلوه كاع في البسبوسه تاعنا هلا انا دخلناه كاع هاي شربنا لها كاع بلا كونفيتور هاي كيما راكم تشوفوا مبقى لي والو هنا ها وندير لها شويه يعني تزيين تاع لانوات كوكو تكون يعني انا ما ذكرتهولكمش في الوصفه اختيار ليكم تحبوا ديروه تحبوا تستغناو عليه كيما تحبوا هاي شوفوا يعني يزيد في الزين تاع البسبوسه تاعنا يعطيها تزيين شباب. وانتوما يعني انا ذكرت لكم قلت لكم بسبوسه نعطيها لكم اختصاصيه ونشبحوها ان شاء الله ونوريها لكم على المائده ان شاء الله. هاي البسبوسه تاعنا بعد ما كملنا لها كاع التزيين بلي فرويت كونفي دوك انا نفضل نخلي البسبوسه ما يخفاكمش والله راهي سخونه ما نقدروش نقسموها يعني توت سويت، لازم نخلو لها راحة ترتاح تما هاديك 25 مينيت، وكي نقسمها إن شاء الله نوريها لكم جاهزة بإذن الله.
انا عاودنا ولينا بعد ما قسمت البسبوسه. شوفوا لاحظوا معايا البسبوسه راهي سخونه، انا يعني قطعت غير قسيستها غير بشويه ما يخفالكمش، ورانا في فصل الصيف والبسبوسه تشد بزاف السخانه، وهي من الاحسن يا اخي ذكرت لكم البسبوسه تقطع يعني كي تكون بارده. راني قطعتها شوفوا هاي البسبوسه تاع اليوم تاعنا، شوفوا الحجم تاعها الله يبارك، يعني الله يبارك جاتني ما شاء الله هاياك. وسيرتو كي تبرد تعطي واحد البنه، والله غير واحد البنه. سيرتو انا نفضل ناكلها البسبوسه كي تكون بارده، خليها كيما يقولوا نديرها الصباح نوجدها الصباح، والعشيه ان شاء الله عاد على الربعه هكاك الخمسه نديروها مع مشروبات ولا القهوه ولا لاتاي على حساب نتوما واش تحبوا الرغبه تاعكم. وسيوها ان شاء الله وتبعوا الوصفه وشوفوا يعني مام الحجم تاعها الله يبارك. لاحظوا معايا شوفوا مازال مام، نقول لكم لي دوكا تزيد مام تتكونفلها، والله غير صدقوني غير تزيد تتكونفلها. سيو الوصفه وتبعوني وان شاء الله نتلاقاو في وصفات واحده اخرى باذن الله يا ربي.